الواحدة بعد الظهر بتوقيت القاهرة موعد جولة جديدة لمراسلي القاهرة الإخبارية حول العالم للوقوف على آخر الأحداث وتطوراتها. ينضم إلينا في هذه الجولة مجموعة من مراسلينا، سيكون معنا أحمد سنجاب، عمر أحمد، عربي مرزوق، ولاء السلامين، غيث مناف، وبشير قبر، ودانا أبو شمسية من مختلف مواقع العالم، وسينضم إلينا تباعا مجموعة أخرى من المراسلين. أفادت وسائل إعلام فلسطينية باستشهاد 10 مواطنين جراء قصف الاحتلال عددا من المنازل شرقية مدينة رفح الفلسطينية جنوبية قطاع غزة. وأشار مراسلنا إلى أن مدفعية الاحتلال قصفت المناطق الشرقية لمدينتي رفح وخان يونس جنوبية قطاع غزة، كما شنت طائرات الاحتلال غارات تجاه مخيم نصيرات وصادفت بلدتي الزويدة والمغراقة وسط قطاع غزة. إذن 205 أيام هو عدد الأيام التي يستمر فيها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. بشير قبر مراسل القاهرة الإخبارية يضعنا في تفاصيل هذا اليوم. أهلا بك بشير، وحمدا لله على السلامة حتى الساعة. 205 أيام، هذا هو مجموع أيام العدوان الإسرائيلي. ضعنا في آخر أحداث هذا اليوم. تحية لكم. يعني بالفعل العدوان لا زال يتصاعد، ولا زالت المدفعية الإسرائيلية تقوم بقصف مناطق واسعة على المناطق الشرقية لقطاع غزة. هذه القذائف التي تركزت بشكل عنيف ومتواصل حتى هذه اللحظة باتجاه المناطق الشرقية لمدينتي خان يونس ورفح في أقصى جنوب قطاع غزة. بالإضافة إلى ذلك، لا زالت الطائرات الحربية الإسرائيلية تحلق بكثافة في أجواء القطاع بشكل عام. هذا الطيران بالإضافة إلى الطيران من طائرات الاستطلاع أيضا التي تحلق بكثافة في أجواء مدينة رفح. الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت عدد من الغارات الإسرائيلية باتجاه مخيم الزوايدة ومخيم البريج والأطراف الجنوبية من مخيم النصيرات. هذه الغارات العنيفة والقوية أدت إلى دمار واسع في المناطق المستهدفة وإصابة عدد من المواطنين بجراح متفاوتة الخطورة. أيضا في مدينة غزة والشمال لا زال حي الزيتون وحي الشجاعية يتعرضا إلى قصف عنيف من المدفعية الإسرائيلية المتمركزة إلى الشرق من قطاع غزة، بالإضافة إلى قصف من الزوارق الذي طال المناطق الغربية لمدينة غزة. العدوان الإسرائيلي لا زال يتصاعد بحق الفلسطينيين على مدار الأيام الماضية وحتى هذا اليوم، مما هلف وأنتج أوضاعا إنسانية غاية في الصعوبة. ولا زال يعيش الفلسطينيون وخصوصا النازحون في المناطق الجنوبية هذه الأوضاع السيئة والمتهالكة نتيجة للأيام الطويلة من العدوان وفقدانهم أدنى مقومات الحياة الإنسانية في قطاع غزة. طيب بشير، يعني القصف بدأ يزداد على المناطق الجنوبية، إن كان في رفح وإن كان في يعني جنوب خان يونس التي هي جنوبية أصلا. هذا الاستهداف كان باكرا لهذا اليوم، هل الاستهداف يتكرر الآن على هذه المناطق؟ هل هناك مناطق جديدة يتم استهدافها في رفح الفلسطينية بالإضافة إلى المناطق الشرقية التي قلت عنها؟ الاستهداف والطائرات الحربية الإسرائيلية لا تتوقف عن تخفي أجواء قطاع غزة. هذه التحليق وهذا الاستهداف المتكرر لمناطق واسعة في مدينة رفح يأتي بالتزامن مع تهديدات إسرائيلية مكثفة خلال الأيام الأخيرة بشن عملية عسكرية واسعة النطاق ضد هذه المدينة، وهو الأمر الذي يثير قلق الفلسطينيين هنا في محافظة رفح، والذين بدأوا يفكرون في ومنهم من اتخذ بالفعل بخطوات جدية للنزوح بشكل عكسي باتجاه المحافظة خان يونس والمحافظات الوسطى بحثاً عن الأمن، بعدما كان الاحتلال يدعي أن مدينة رفح هي المنطقة الآمنة. هي باتت اليوم تتعرض إلى قصف عنيف ومتواصل من قبل الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى هذه التهديدات الإسرائيلية المستمرة بشن عملية عسكرية ضد هذه المدينة.
كان الله في العون بشير قبر مراسل القاهرة الإخبارية من رفح الفلسطينية، ونسأل الله مرة أخرى لكم السلامة بعد 205 أيام لاستمرار هذا العدوان. شكرا لك بشير. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 15 فلسطينيا خلال اقتحامها عددا من المدن والبلدات بالضفة الغربية، ليرتفع بذلك أعداد المعتقلين إلى 8495 منذ 7 أكتوبر. وأكدت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين أن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات طول كرم، قلقيلية، جنين، طوباس، سلفيت، أريحة، القدس. ونفذت قوات الاحتلال عمليات تنكيل واسعة يرافقها اعتداءات بالضرب المبرح وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين. بينما أشار نادي الأسير الفلسطيني إلى أن عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال بلغ 3660 معتقلا، وهو الأعلى منذ 57 عاما. أرقام مخيفة للاعتقالات واستمرارها ووتيرة التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية يضعنا في تفاصيل هذه الأرقام أكثر وأكثر. تضعنا من رام الله ولاء السلامين مراسلة القاهرة الإخبارية، أهلا بك ولاء. الأرقام مخيفة، الأرقام تتزايد ترتفع، والمحافظات تقريبا كل المحافظات الفلسطينية في الضفة الغربية معرضة لهذه الأرقام المرتفعة والاعتقالات، ضعينا في التفاصيل. نعم صحيح، يعني نتحدث عن يعني كل يوم تصدر هيئة شؤون والمحررين بيانات وإحصائيات محدثة للفلسطينيين الذين يتم اعتقالهم من الضفة الغربية، ولا زال المجهول وعلامات الاستفهام عما يجري في قطاع غزة وأيضا المعتقلين من قطاع غزة في سجون الاحتلال. أيضا نتحدث عن يعني قد تحدث عن الرقم ربما هو 3000 وأكثر من 3000 من المعتقلين الإداريين، لم يصل هذا منذ سنوات عديدة، لم يصل هذا الرقم إلى المعتقلين الإداريين. بفعل أن قوات الاحتلال تقوم باعتقال كل الفلسطينيين في الضفة الغربية، وكل شخص يتم ومواطن يتم اعتقاله يتم تحت بند الاعتقال الإداري وهو البند السري. لا يستطيع محاميين هيئة شؤون الأسرى وحتى المحاميين الخاصين لا يستطيعون معرفة ما هي التهمة التي يواجهها جيش الاحتلال لهؤلاء الفلسطينيين والفلسطينيات. نتحدث عن 15 مواطنا فلسطينيا بينهم فتاة، وأيضا نتحدث عن أطفال فلسطينيين قصار يتم اتخاذهم واحتجازهم كرهائن لدى قوات الاحتلال لحين أهليهم وذويهم تسليم أنفسهم. أيضا نتحدث عن الاقتحامات التي يعني كانت من الشمال وحتى الجنوب. نبدأ من شمال الضفة الغربية، في مدينة جنين اقتحمت قوات الاحتلال قرى وبلدات مثل رمانة وعانين وزبوبة، وأيضا نتحدث عن جلبوب وهي للمرة السابعة على التوالي يتم اقتحامها واتخاذ المنشآت سواء بيوت المواطنين كثكنة عسكرية أو حتى المنشآت التجارية كما حدث يوم أمس، مغسلة للمركبات الفلسطينية تم اتخاذها كمنشأة وسكنة عسكرية لقوات الاحتلال. يتم التصعيد وتصويب فوهات الأسلحة والنيران باتجاه الفلسطينيين في قرية جلبون. أيضا نتحدث عن وسط مدينة رام الله ونتحدث عن قرية بيت سيرة في الشمال الغربي للمدينة، حيث قامت قوات الاحتلال باقتحام هذه القرية بعدة آليات، وكان هناك اندلاع مواجهات ما بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال، ولكن دون أن يبلغ عن وقوع إصابات أو حتى اعتقالات في صفوف المواطنين. أيضا في الشمال الشرقي بمدينة القدس المحتلة في قرية حزمة قامت قوات الاحتلال اقتحام هذه البلدة واعتقال فلسطيني. أيضا في مدينة الخليل وبتحديد في مخيم الفوار اندلعت مواجهات عنيفة ما بين قوات الاحتلال والشبان الفلسطينيين الغاضبين، وداهمت عدد من المنازل وعثت فيهم خرابا وفسادا. نتحدث عن عشرات المواطنين الفلسطينيين في مخيم العروب، قامت قوات الاحتلال بإطلاق وابل من الغاز المسيل للدموع، وبعد ذلك استنشق هذا الغاز عدد كبير من المواطنين ليتم علاجهم إما ميدانيا أو حتى نقلهم إلى المستشفيات الفلسطينية. نعم. أيضا نتحدث عن مدينة طول كرم بالتحديد علار، حيث قامت قوات الاحتلال باعتقال 4 شبان فلسطينيين، وهناك أيضا من دير الحطب قامت قوات الاحتلال باعتقال
فتاة فلسطينية. ويعني يجب الإشارة أيضا الاقتحامات المستمرة للمسجد الأقصى المبارك. اليوم السادس أو السابع على التوالي يتم اقتحام المسجد الأقصى المبارك، حوالي 908 مستوطنين منهم من قادة الحكامات المتطرفة ليتم إغلاق البوابات للمسجد الأقصى المبارك في وجه المصلين الفلسطينيين ومن يريدون العبادة وصلاة العصر أو حتى الظهر أو حتى أيضا نتحدث عن صلاة الفجر. يتم منع الفلسطينيين وفقط فتح هذه الأبواب لإغلاق المستوطنين والمقتحمين من المتطرفين والمستوطنين اليهود. نعم، يعني ولا أنا أشكرك طبعا شكر الجزيل على هذه الإفادة وهذا الإجمال، ولكن بسطر واحد ما الذي يربط بين كل هذه الاعتقالات؟ يعني هذه المدن ما المشترك العام المشترك بينهم حتى كل هذه المدن يتم الاعتقال بها وتنكيل بأهاليها بهذه الطريقة من قبل قوات الاحتلال؟ بسطر. الرابط الوحيد هو فقط لأنه مواطن فلسطيني فقط لا غير، كل ما هو فلسطيني يتم اعتقاله. حتى هناك بعض المواشي يتم قتلهم ويتم الإغارة على المزارعين الفلسطينيين كما حدث أو حدث الآن في الأغوار الشمالية، حيث تمنع قوات الاحتلال والمستوطنين المزارعين ورعاة الأغنام من رعي مواشيهم في هذه المناطق، ويتم إرهاب الفلسطينيين سواء من المستوطنين وجنود الاحتلال. إذن هو العامل المشترك هو العنصر الفلسطيني إن كان بشرا أو حتى شيء آخر. شكرا جزيلا لك ولا السلامين مراسل القاهرة الإخبارية من رام الله، شكرا جزيلا لك. أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أنه من المتوقع أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية أوامر باعتقال ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت ورئيس هيئة الأركان هيرتسي حليفي هذا الأسبوع. وأوضحت وسائل الإعلام أن المحكمة تدرس إصدار مذكرات اعتقال على خلفية ارتكابهم جرائم حرب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة. كما أكدت وسائل إعلام أن الولايات المتحدة تبذل جهودا مكثفة لإقناع المدعي العام للمحكمة الجنائية بعدم إصدار أوامر اعتقال ضد مسؤولين إسرائيليين. ما هي تأثيرات وتداعيات أوامر الاعتقال التي من المحتمل أن تصدر عن المحكمة الجنائية الدولية على الشارع الإسرائيلي وكيف تلقفتها وسائل الإعلام الإسرائيلية؟ تضعنا فيها دانا أبو شمسية هذه التفاصيل. دانا أهلا بك. إذن الأوامر أوامر الاعتقال على مقربة من إصدارها كما يقال الآن، كيف تلقفها الشارع الإسرائيلي وتداعيات ذلك؟ بالفعل رعد، يعني وسائل إعلام إسرائيلية وصفت أن نتنياهو قلق وخائف من إصدار مذكرة اعتقال بكبار القادة السياسيين وعلى رأسهم هو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وزير دفاعه يوآف جالانت، كذلك رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال هليبي. وخاصة بأن بعض وسائل الإعلام كانت قد ذكرت بأن هنالك بعض التسريبات من داخل لاهاي من داخل محكمة الجنايات الدولية تقول بأن مذكرة الاعتقال قد تصدر في نهاية مايو القادم، والحديث أيضا أن هنالك بالفعل تخوف من أن تصدر مذكرة الاعتقال هذا، على الرغم من أن محكمة الجنايات الدولية ليس لها قوة شرطية خاصة تطبق أوامر الاعتقال هذا، ولكن في طبيعة الحال له تداعيات متمثلة في عدم السماح لبنيامين نتنياهو أو حتى من يصدر أوامر اعتقال بحقهم بتهمة ارتكابهم جرائم حرب إلى أكثر من 123 دولة لا يسمح له في الدخول إليها. هذا يعني إن صدرت هذه المذكرة ستقوض حركة بنيامين نتنياهو ويوآف جالانت وهليفي من خلال الزيارات المتواصلة إلى الدول الأوروبية تحديدا أو الدول التي هي موقعة على اتفاقية روما، وهذه الاتفاقيات التي تنص على احترام القوانين الصادرة أو القرارات الصادرة من محكمة الجنايات الدولية. اللافت أن الولايات المتحدة لربما لن يكون هنالك قرار منع لدخول نتنياهو إليها، ولكن أن تضع الولايات المتحدة نفسها أمام العالم أجمع وأمام الأمم المتحدة والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان، وهي التي تدعي أنها الأب الروحي لمثل هكذا منظمات، لربما يضع أمريكا والولايات المتحدة وإدارة بايدن من جديد
في مشكلة حقيقية وعميقة كما تصفها بعض وسائل الإعلام حتى الإسرائيلية منها. نتحدث أن هذه سابقة خطيرة رعد، لم يكن هنالك إصدار أي قرار بحق أي مسؤول إسرائيلي سوى في عام 2007 تقريبا إلى 2009، وهي ما قررته المحكمة البريطانية حينها بحق وزيرة الخارجية الإسرائيلية حين ذلك الوقت بمنع دخولها إلى بريطانيا. ولكن بعد تعديل بعض القوانين كان هنالك بعض الحصانات التي تعطى للوزراء وكبار الساسة الإسرائيليين. اليوم نتنياهو وعلى صعيد كل هذه التوترات التي يشعر فيها يحاول الضغط الدولي سواء من الولايات المتحدة الأمريكية للضغط على محكمة الجنايات الدولية لعدم إصدار مثل هكذا مذكرات، أو حتى حينما زار وزير الخارجية الألماني والفرنسي إسرائيل كان هنالك طلب من نتنياهو بأن يضغط أيضا على هذه المحكمة بأن لا تصدر مذكرات اعتقال وبأنه يمشي وفق القوانين الدولية ولا يرتكب جرائم حرب. وهذه المذكرة في طبيعة الحال مبنية على جرائم الحرب المرتكبة في الحرب الأخيرة والمستمرة حتى الآن على قطاع غزة. وأيضا هنالك تحرك وتداعيات على الداخل الإسرائيلي، كان هنالك اجتماع من قبل أسبوعين وهذه الاجتماعات تتوالى برئاسة خبراء قانونيين والحديث أيضا عن وزير الشؤون الاستراتيجية وزير الخارجية الإسرائيلية وما إلى ذلك لدراسة تبعيات هذا الموضوع. يبدو أن القلق على أوجه سواء على الصعيد الشخصي لبنيامين نتنياهو الذي كان يواجه محاكم بقضايا فساد صغيرة داخل إسرائيل، اليوم يحاكم أمام العالم أجمع. إذن نتنياهو محاصر قانونيا إن كان في الداخل والخارج دنا أبو شمسية، وربما هذا سيكون له تداعيات، وهذا ما ربما نتلقفه منك في قابل الأيام. دانا أبو شمسية مراسلة القاهرة الإخبارية، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات من القدس المحتلة. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة جندي وبجروح إثر سقوط صاروخ أو صواريخ من جنوب لبنان نحو مستوطنة ميرون، وكان حزب الله أعلن إطلاق 50 صاروخا من طراز كاتيوشا من جنوب لبنان باتجاه الجليل الأعلى ردا على استهداف جيش الاحتلال لبلدات القوزح ومركبة وسربين. وفي سياق متصل، شن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية على بلدة القوزح جنوبي لبنان وبلدة عيت الشعب وكفر شوبة وشبعة، ما أسفر عن مقتل شخص وتدمير منزلين وإحداث أضرار مادية كبيرة. وأعلن قصفه لمنشآت تابعة لحزب الله في الريحان وكفر كلا جنوبي لبنان، فيما أفادت وسائل إعلام لبنانية بتعرض أطراف بلدة طير حرفة والناقورة وعلم الشعب لقصف مدفعي إسرائيلي. يأتي هذا فيما أعلن حزب الله مقتل 2 من عناصره في قصف إسرائيلي استهدف جنوب لبنان. استهدافات مباشرة ومتلاحقة بين الجنوب اللبناني والأراضي المحتلة الشمالية في فلسطين. هذه الاستهدافات وتطوراتها من لبنان يضعنا فيها أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية. أحمد أهلا بك. إذن الآن هنالك حديث عن استهداف لموقع البغدادي للإسرائيلي بقذائف مدفعية، ويقول حزب الله بأنه حقق إصابات مباشرة. طعنا في تفاصيل هذه الاستهدافات أحمد، تتزايد هذه الاستهدافات يوما بعد آخر بين الاحتلال الإسرائيلي وكذلك الأراضي اللبنانية. نعم، تحياتي لك في البداية. بالفعل الساعات الماضية شعيدا كبيرا على الجبهة الجنوبية اللبنانية، والتصعيد ليس في زيادة عدد العمليات ولكن في شدة العمليات واستهداف نفس الأماكن أكثر من مرة على مدار الساعات الماضية. شن جيش الاحتلال الإسرائيلي بالأمس سلسلة من الغارات الجوية على عدة بلدات في القطاعين الأوسط والشرقي من الجنوب اللبناني، وكان الرد على هذه العمليات قيام حزب الله من القطاع الشرقي باستهداف مستعمرة المنارة بهجوم مركب بالصواريخ والمسيرات. هذه النوعية من الهجمات التي ينفذها حزب الله بدأت منذ قرابة أسبوع، فلم تكن في قبل هذا الأسبوع هناك العمليات المركبة بهذا الشكل، وبالتالي هو تطور نوعي في العمليات التي ينفذها حزب الله من الجنوب اللبناني، حيث استهدف مستعمرة المنارة وتحديدا مقر القيادة العسكرية بهجوم مركب بالصواريخ والمسيرات الهجومية
مما أدى إلى خسائر فادحة في المستعمرة أو في المركز العسكري الإسرائيلي في هذه المنطقة وفقا لبيان حزب الله. كما أن هناك أيضا هجوم من القطاع الأوسط من الجنوب اللبناني في ساعة متأخرة من ليل أمس استهدف مستعمرة ميرون، هذه المستعمرة التي اعتاد حزب الله أن يقصفها بعد عمليات كبرى تنفذ في الجنوب اللبناني، إذ كانت أول مرة تستهدف فيها منطقة ميرون أو قاعدة ميرون للقيادة الجوية كانت في 6 يناير الماضي كرد على عملية اغتيال صلاح العروري في العاصمة اللبنانية بيروت. فبالتالي ما نفذه حزب الله بالأمس هي من العمليات الكبرى التي تنفذ من الجنوب اللبناني، حيث أطلق أكثر من 50 صاروخا من طراز كاتيوشا على قاعدة ميرون وأيضا المستعمرات المحيطة بها، مما أحدث خسائر فادحة وفقا أيضا لبيان حزب الله. فكانت هناك عمليتان نوعيتان من بين 4 عمليات نفذها حزب الله من الجنوب اللبناني على مدار الساعات الماضية. في المقابل طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي شن سلسلة من الغارات الجوية العنيفة وربما غير المسبوقة على منطقة طير حرفة وأيضا منطقة مارون الراس، البلدتان تقعان في القطاع الأوسط من الجنوب اللبناني. كانت هذه العمليات هي الأعنف منذ بداية التوترات في الجنوب اللبناني في 8 من شهر أكتوبر الماضي، وربما وفقا للروايات أن ما تم استهدافه عدة منازل، يزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن هذه المنازل تستخدم كمخازن للأسلحة لحزب الله في هذه المناطق. كما كان أيضا هناك عدد من الغارات الجوية على منطقة كفر كلا في القطاع الشرقي من الجنوب اللبناني، وبالتالي التصعيد مستمر رغم كافة الجهود الدبلوماسية والسياسية التي تبذل من أجل احتواء هذا التوتر، وخصوصا أن هذه العمليات تتزامن مع زيارة لوزير الخارجية الفرنسي إلى العاصمة اللبنانية بيروت حاليا، إذ يلتقي رئيس مجلس النواب اللبناني الذي يحاول فيها يعني تهدئة الأوضاع وكذلك البحث عن مخرجات للعملية السياسية المتجمدة إن صحت تسميتها في بيروت. على كل حال نشكرك شكر الجزيل حتى الساعة أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت على هذه التفاصيل، ونسأل الله لكم السلامة وللأهل في لبنان لما يجري من تصعيد، شكرا لك. أكد الاجتماع التشاوري للمجموعة العربية السداسية ضرورة إنهاء الحرب على غزة والتوصل إلى وقف فوري وتام لإطلاق النار وضمان حماية المدنيين وفقا للقانون الإنساني الدولي ورفع كافة القيود التي تعرقل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وشدد الاجتماع الذي عقد في العاصمة السعودية الرياض على أهمية اتخاذ خطوة لا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولتين والاعتراف بدولة فلسطين وعلى وعاصمتها القدس الشرقية. وجدد وزراء الخارجية السعودية ومصر والأردن وممثلون من الإمارات وقطر وفلسطين رفضهم القاطع لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه ولأي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية. ومن المقرر أن يلتقي مسؤولو السداسية العربية بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بعد وصوله إلى الرياض. الاجتماعات العربية السداسية وغيرها من هذه الاجتماعات تؤشر الموقف العربي الرافض للتهجير للفلسطينيين وللعمليات العسكرية في رفح. ما الجديد في هذه الاجتماعات من الرياض يضعنا فيها جمال الوصيف مراسل القاهرة الإخبارية؟ أهلا بك جمال، ضعنا أيضا في آخر التفاصيل لاجتماعات اللجنة السداسية العربية في الرياض. بالفعل رعد هذه المجتمعات التي شهدتها مدينة الرياض أمس وأيضا اليوم وغدا عدد من الاجتماعات التي تتم داخل مدينة الرياض من قبل وزراء الخارجية العرب وعدد من المسؤولين ووزراء خارجية أمريكا وفرنسا وألمانيا الذين سيتواجدون في مدينة الرياض على مدار اليومين يعني للمنتدى الاقتصادي في مدينة الرياض. ربما الاجتماع أمس الذي تناول سبل تعزيز الموقف والقضية الفلسطينية وحل القضية الفلسطينية ووقف إطلاق النار، بالإضافة أيضا التشاور الذي استمر لساعات طويلة مطولة للوصول إلى رسائل موحدة وموقف عربي واحد ورسائل تم إرسالها إلى الشركاء الدوليين، بالإضافة إلى الحديث حول الجهود المصرية القطرية والمبادرة المصرية القطرية بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية لحل القضية الفلسطينية، وأيضا الجهود التي يقوم بها وزراء خارجيات الدول العربية واللجنة السداسية خلال الفترة الماضية من خلال تحركاتهم الدولية للكيانات
الدول والشركاء الدوليين من أجل تعزيز الموقف الفلسطيني والضغط على الجانب الإسرائيلي لوقف إطلاق النيران وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. ربما كان هناك تصريحات من الرئيس الفلسطيني منذ قليل في على هامش المنتدى الاقتصادي رعد عن الدور الذي تقوم به الدول العربية وخاصة بالتحديد مصر والأردن الدولتين الجارتين التي لم تتوقف مساعدتهما ودعمهما منذ بداية الأحداث إلى القضية الفلسطينية. وأشاد الرئيس الفلسطيني خلال كلمته بدور مصر والأردن في هذا السياق مؤكدا على ضرورة الضغط على الجانب الإسرائيلي وحذر من الاجتياح البري إلى مدينة إلى رفح. وأيضا الأمر الذي أكده وزير الخارجية المصري أمس خلال تصريحاته للقاهرة الإخبارية بعد الاجتماع التشاوري الذي أكد خلاله تحذير مصر من الاجتياح البري لقطاع غزة ومدينة رفح تحديدا، الأمر الذي سيؤثر على أكثر من 1,800,000 مواطن فلسطيني يعني مقيمين حاليا في مدينة رفح، مشددين على ضرورة الضغط على الجانب الإسرائيلي بمنعه من عرقلة دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع. جهود كبيرة تقوم بها اللجنة السداسية بالإضافة أيضا إلى الشركاء الدوليين حاليا في مدينة الرياض من أجل التوصل إلى حل نهائي لهذه القضية. ربما الحل الأبرز هو حل الدولتين على وإقامة الدولة الفلسطينية والاعتراف بها على حدود عام 1967، هو الحل الذي أكده وأشار إليه الرئيس الفلسطيني أن لا مانع من إقامة الدولة الفلسطينية وضرورة إقامة الدولة الفلسطينية وربط قطاع غزة بالضفة الغربية تحت دولة فلسطينية واحدة معترف بها دوليا. ويعني ربما أشار إلى أن ما حدث في قطاع غزة منذ بداية الأحداث هو انتقام من الجانب الإسرائيلي إلى حماس أدى إلى وفاة أكثر من واستشهاد أكثر من 38,000 فلسطيني مدني، الأمر الذي يرفضه أو ترفضه السلطة الفلسطينية ويرفضه المجتمع مع الدولي. نعم جمال وصيف من الرياض مراسل القاهرة الإخبارية، شكرا لك على هذه التفاصيل ونرجو أن نستمع منك بالتأكيد تفاصيل أكثر بعد انتهاء تلك الاجتماعات للجنة السداسية. شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا متواصلون معكم في جولة المراسلين من القاهرة الإخبارية ولكن بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مرة أخرى. تتواصل الاحتجاجات الداعمة لفلسطين في الجامعات الأمريكية حيث نفذت الشرطة الأمريكية حملة اعتقالات موسعة أثناء تدخلها في فض مخيم اعتصام فيه طلاب لجامعة أو طلاب جامعة واشنطن، كما قام عدد من الطلاب المحتجين برفع علم فلسطين بعد ساعة من تهديد رئيس شؤون الطلبة بإحالتهم لمجلس تأديبي. جاء ذلك على خلفية تصاعد نبرة الاحتجاجات في الجامعات الأمريكية رفضا لدعم إسرائيل في الحرب على غزة. في الوقت نفسه امتدت المظاهرات الجامعية الطلابية إلى أكثر من 40 جامعة في 25 ولاية أمريكية وسط تزايد أعداد المشاركين فيها للتنديد بالحرب المستمرة منذ أكثر من 6 أشهر. وردا على ذلك لجأت الشرطة الأمريكية لاستخدام العنف والقمع بصورة متزايدة ما أثار القلق لدى مفوضية الأمم المتحدة، ويطالب المحتجون جامعاتهم بالإضافة إلى وقف إطلاق النار في غزة بالتخارج من الشركات التي لها صلات بجيش الاحتلال وإنهاء المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل إلى جانب العفو عن الطلاب وأعضاء هيئة التدريس الذين تم تأديبهم أو طردهم بسبب الاحتجاج. المظاهرات الطلابية التي هي ربما الأوسع بشكلها حول قضية عربية
في الولايات المتحدة 25 ولاية تقوم بالتظاهر من أجل قضية فلسطين. من نيويورك ياسر نور الدين مراسل القاهرة الإخبارية، ضعنا في تفاصيل هذه المظاهرات واتساعها. أهلا بك ياسر، ضعنا في صورة هذه المظاهرات. 25 ولاية حتى الآن تظاهرت، 40 جامعة أمريكية تظاهرت. ما هي الصورة الجديدة لديك بعد فضح صور الاعتقال وفض الاعتصام بهذه الطريقة للدولة التي تعد هي الدولة الديمقراطية في العالم؟ تحياتي لك رعد في البداية وللسادة المشاهدين. بالفعل كما تفضلت 25 ولاية وأكثر من 40 جامعة قامت بالتظاهر أو التخييم داخل الجامعات. الأخبار أو التحديثات الأخيرة في جامعة جورج واشنطن تم فض الاعتصام فيها وخرج الطلاب في الشوارع وقاموا أيضا بتظاهرة بالأمس. تحدث المتظاهرون رعد بأن هذه التظاهرة ليست فقط من جامعة جورج واشنطن ولكن أيضا من جامعة جورج تاون وباقي الجامعات في واشنطن. أيضا جامعة نورث إسترن بولاية بوسطن تم فض الاعتقال فض الاعتصام فيها، وبررت الجامعة ذلك رعد بأن هناك عناصر دخيلة على الطلبة قامت بالاعتصام في الحرم الجامعي مع الطلبة. أما على جانب الاعتقالات ففي إنديانا وتحديدا حوالي 23 من الطلبة تم اعتقالهم في ولاية إنديانا رعد، وتم في وقت سابق اعتقال قرابة 100 هنا في ولاية نيويورك وتحديدا في جامعة كولومبيا. بعد ذلك كان هناك مجلس الجامعة في جامعة كولومبيا تحدث بأن هناك تحقيق سوف يكون مع رئيسة الجامعة، حيث أنها سمحت في وقت سابق رعد بإدخال الشرطة للمتظاهرين أو المحتجين داخل الجامعة. على نفس السياق رعد كانت جامعة ييل في ولاية بوسطن وكذلك جامعة نيويورك وفي مينيسوتا، وأيضا كان هناك اعتقالات في أريزونا. جامعة أريزونا أكثر من 69 طالبا تم اعتقالهم. في جامعة كولومبيا والعودة إلى نيويورك أيضا كان هناك طالب وهو من المنظمين رعد لهذه التظاهرة وهو واسمه خيماني جيمس، هذا من المنظمين للتظاهرة، تم منعه من دخول الجامعة. أما في ولاية تكساس فكان قد تم اعتقال قرابة 150 من الطلاب ولكن تم إطلاق سراحهم بعد أن أقر المدعي العام وأسقط التهم عليهم. على أي حال كل هذه التظاهرات هي يتم الفض بالفعل لبعض الجامعات ولكن تأتي على نفس الطريق جامعات أخرى. البيت الأبيض قد تحدث في هذا الشأن وتنصل من أن يكون له يد في هذه الأمور. وتحدثت كارين جان بير المتحدثة باسم البيت الأبيض بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن هو مع حرية التعبير. كل هذه الأمور وهذا الضغط يضغط بشكل كبير رعد على الإدارة الأمريكية مع اقتراب الانتخابات الأمريكية في 5 نوفمبر. نعم رعد. نعم ياسر، من المضحك أن يتحدث البيت الأبيض عن أن هذه الاعتقالات لا علم له بها، وهذا مشكلة كبيرة داخلية إن صحت التسمية. على كل حال ياسر الدين، بالتأكيد التداعية ستكون أكبر في قابل الأيام وسنكون معك إن شاء الله في مناسبات أخرى. من نيويورك شكرا جزيلا لك. ألغى الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاين ماير حلقة نقاشية حول الحرب الإسرائيلية على غزة كان من المقرر عقدها في مقر إقامته الرسمي في برلين، وسط انتقادات لعدم دعوة أي صوت فلسطيني للمشاركة. وفي فعالية بعنوان كيف نتحدث عن الحرب في الشرق الأوسط كان من المقرر أن يعقد شتاين ماير اجتماعه في قصر بلفيو يوم الخميس المقبل، حيث سيلقي كلمة ويناقش القضية مع 3 ضيوف
وخلال الأيام الأخيرة تعرضت الفعالية لانتقادات عديدة لغياب أي صوت فلسطيني فيها، فقرر الرئيس الألماني إلغاء فعاليته. بالتزامن مع ذلك أزالت الشرطة الألمانية مخيم اعتصام مؤيد لفلسطين خارج مبنى البرلمان الألماني، أقيم للمطالبة بوقف صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل وإنهاء تجريم حركة التضامن مع الفلسطينيين ووقف الحصار والقصف على المدنيين الفلسطينيين العزل. وأبعدت الشرطة المتظاهرين بالقوة وأغلقت المنطقة المحيطة لمنع وصول المحتجين أو وصول محتجين آخرين خوفا من التصعيد وتصعيد تلك الاحتجاجات. واعتقلت قوات الشرطة عشرات الطلاب قبالة مقر البرلمان وديوان المستشارية في المربع الحكومي وسط العاصمة برلين. الوضع في برلين لا يختلف كثيرا عن واشنطن، فألمانيا تشهد أيضا مظاهرات وتشهد رفض للعملية العسكرية أو للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وكذلك الرئيس الألماني عندما يبتعد ويلغي تلك الفعالية التي كان من المقرر فيها أن يدافع عن الحرب في غزة يضعنا في هذه التفاصيل وحيثياتها. عربي مرزوق مراسل القاهرة الإخبارية من برلين. عربي أهلا بك. إذن الرئيس الألماني يلغي فعالياته الخاصة بالحديث عن الحرب في غزة وربما التبرير لهذه الحرب، وكذلك فض اعتصامات في برلين. ضعنا في هذه الصورة المشتبكة، وكيف تتلقف الإدارة الألمانية هذه الأصوات المناوئة لها ودعمها لإسرائيل؟ بالطبع رعد، نعم. الحقيقة المستشار الألماني أولاف شولز كانت لديه عن أو حلقة نقاشية يوم الخميس المقبل داخل قصر بلفيو ومقر إقامته بما أنه هو رئيس ألمانيا، وتم إلغاء هذه الفعالية نتيجة الانتقادات التي وجهت لهذه الفعالية بأن الرئيس الألماني فالتماير لم يقوم بدعوة أي صوت فلسطيني أو حتى عربي لهذه الفعالية، ولكن كان هناك ثلاثة خبراء فقط قام بدعوتهم، ورئيس أحد المراكز التعليمية، وهناك صحفي أيضا، وإحدى خبراء السياسة الألمانية الإسرائيلية. كانوا من المفترض أنهم سيحضرون لإجراء معهم نقاشا. من المفترض أن الرئيس الألماني بشكل دائم كل أسبوع أو أسبوعين تكون هناك حلقة نقاشية بعيدا عن أعين الإعلام، يحتاج إلى المشورة من الخبراء هنا في ألمانيا. ولكن من المفترض خلال الحلقة النقاشية التي كان من المفترض أن تكون الخميس المقبل أن يكون هناك صوتا عربي أو صوتا فلسطيني حتى تكون هناك مناقشات متبادلة توضح وجهة النظر ما بين السياسة الألمانية الإسرائيلية وأيضا السياسة الإسرائيلية وما تريده إسرائيل والهجوم على غزة، وأيضا أن يكون هناك صوتا فلسطيني لإجراء هذه المناقشات. ولكن لم تكن هناك أي أصوات عربية أو فلسطينية يوم الخميس المقبل، لذلك كان هناك اعتذر المكتب الإعلام الخاص بالرئيس الألماني وقام بإلغاء كل هذه الفعالية، وبرروا أن خلال بداية من 7 أكتوبر من العام الماضي كانت هناك فعاليات مختلفة من الرئيس الألماني شتاينماير. ولكن رعد نود أن نوضح أمر الغاية في الأهمية، أن الرئيس شتاينماير رئيس الألماني كانت له مواقف جيدة جدا أيام كان وزير الخارجية الألماني قبل 10 سنوات، كانت لديه مواقف جيدة بخصوص القضية الفلسطينية. ولكن بشكل عام رعد الموقف في ألمانيا تغير بشكل كامل، اختلف عن شهر أكتوبر من العام الماضي. كان هناك تضامن كبيرا من الشارع الألمان، المواطنين الألمان والطلاب الألمان مع إسرائيل بسبب العملية التي تمت، العملية الفلسطينية، عملية حركة حماس في 7 أكتوبر من العام الماضي. الآن وبعد الهجوم الإسرائيلي والاجتياح الإسرائيلي الكبير لقطاع غزة وقتل عدد كبير جدا من المدنيين النساء والأطفال وما إلى ذلك، الشارع الألماني تغير بشكل كبير. الآن هناك مطالبات وضغطا كبيرا من الشارع الألماني ومن شباب الأحزاب الألمان وطبعا عددا كبيرا من الطلبة الألمان على الحكومة الألمانية ضرورة الضغط على إسرائيل لإنهاء هذه الحرب. ولكن ما تم بالأمس، كان هناك مخيما لعدد من الطلبة وأيضا منظمات حقوق الإنسان، يعني عددهم لا يتخطى 20
قاموا بالحصول على تصريح من الشرطة الألمانية وقاموا بإقامة هذا المخيم قبل أكثر من شهر تقريبا بمحاذاة مكتب المستشارية قبال البرلمان الألماني البوندستاغ، وحصلوا بالفعل على التصريح وقاموا بإقامة هذا المخيم، وكانت هناك لافتات للتعبير عندهم دعمهم للقضية الفلسطينية ورفضهم لعملية تصدير السلاح الألماني إلى الجانب الإسرائيلي. يعني مع وجود هذا التصريح عربي ونشاهد صور اقتحام ذلك المخيم وهم 20 فرد واقتياد هذه السيدة بهذه الطريقة المسيئة والمهينة، كيف يتلقف الشارع الألماني هذه الصور خصوصا وأن هذا الاعتصام كما قلت أنه حاصل على التصريح وبشكل قانوني مقام في هذا المكان؟ بالتأكيد رأت كان هناك عنفا واضحا من الشرطة الألمانية بالأمس في التعامل مع هؤلاء الشباب، كان العنف واضحا بالفعل في التعامل معهم. من المفترض حسب بيان الشرطة الألمانية أن التصريح الذي كانوا قد حصلوا عليه المفروض أنه انتهى بالأمس، وهناك حسب الشرطة الألمانية، هذا هو بيان الشرطة الألمانية ورد الشرطة الألمانية في العاصمة الألمانية برلين، أن أحد المشاركين في هذا الاعتصام خرج خارج مكان، أي شخص في ألمانيا يريد أن يعتصم يحتاج إلى تصريح وإلى مكان معين، خرج خارج هذا المكان على الشارع العمومي ورفع لافتة مطالبة بالأمور التي يطالبون بها، وهذا الأمر مرفوض تماما. لذلك نعم. تعاملت الشرطة الألمانية حسب البيان بشكل سريع، وحتى ذلك لا يبرر هذه عملية الاعتقال بهذه الطريقة المسيئة لهذه بالطبع. السيدة أو هذه الطالبة، لا نعرف يعني هذا الشرطي الألماني يمسكها بهذه الطريقة المهينة التي قد تؤدي إلى فقدان حياتها بلي رقبتها بهذه الطريقة. على كل حال يعني ربما هناك تداعيات لهذا الموضوع في ألمانيا، نلقاها معك إن شاء الله في قابل أيام. عربي مرزوق مراسل القاهرة الإخبارية من برلين، وافر شكري على هذه الإيضاحات. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها دمرت 17 مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية، وأكدت الوزارة أنها شنت هجمات استهدفت منشآت أوكرانية للطاقة ومصانع معدات عسكرية وبنية تحتية للسكك الحديدية وكذلك دفاعات جوية ومخزونات للذخيرة، فيما أكدت خدمة الطوارئ الحكومية في أوكرانيا أن هجوما روسيا بطائرة مسيرة ألحق أضرارا جسيمة بأحد الفنادق في مدينة ميكولايف جنوبي البلاد ودون سقوط قتلى أو مصابين. مزيدا من التفصيل والمتابعة من حسين مشيك مراسل القاهرة الإخبارية عما يجري من العملية العسكرية الروسية وتداعياتها وتطوراتها. أهلا بك معنا حسين. إذن اليوم الدفاع الروسية تعلن أنها شنت هجمات استهدفت منشآت الطاقة الأوكرانية، وتحدثت في مناسبات سابقة حول هذه الاستهدافات التي تحدث عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مناسبات سابقة. ضعنا في تفاصيل لديك وتفاصيل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. نعم رعد، فقط دعني أبدأ بآخر تحديثات بيانات وزارة الدفاع، حيث أكدت الدفاع منذ قليل على سيطرة القوات الروسية على بلدة نوفي باخموت في مقاطعة دانيتسك، بالإضافة أيضا إلى أن الدفاع تحدثت عن أن القوات الروسية دمرت حظائر للطائرات المسيرة في مطار كامينكا ضواحي دينوبرو بتروفسك في الأراضي الأوكرانية، بالإضافة إلى إسقاط أكثر من 50 مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية، واستهداف القوات الروسية لنقاط عديدة من تمركز المرتزقة الأجانب أغلبيتهم من الجنسية الأوروبية حسب آخر بيان لوزارة الدفاع الروسية. أيضا فيما يخص استهداف القوات الروسية لمحطات الطاقة، على ما يبدو رعد هذا السيناريو أو هذا المنهج أصبح معتمدا من قبل القوات الروسية، وخصوصا أن درجة الحرارة في الأراضي الأوكرانية الآن أصبحت معقولة، وأيضا في بعض المدن الأوكرانية أصبحت أيضا درجة الحرارة مرتفعة، لذلك القوات الروسية بدأت باستهداف محطات الطاقة في الوقت الحالي ولم تبدأها في وقت سابق، وذلك من أجل الشارع الأوكراني والشعب الأوكراني. روسيا تريد أن تؤكد للشارع الأوكراني بأن الأزمة والصراع ليست مع الشعب إنما مع النظام الأوكراني الذي يعتبر أداة في يد الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية، لذلك روسيا
بدأت الآن في استهداف محطات الطاقة. نعم. وأيضا الأمر الثاني أو السبب الثاني وهو أن روسيا تريد بأن تدفع النظام الأوكراني والدول الغربية أموال هائلة جدا، لأن المحطات التي تضربها القوات الروسية تحتاج إلى تكلفة عالية. نعم تكلفة عالية. وربما الخبر الأهم الذي ذكرته حسين هو السيطرة الروسية على مدن جديدة في الأراضي الأوكرانية، ضم مجموعة من الأراضي، وربما هذا ما يؤكد بأن العمليات الروسية أو الهجوم الذي تنتظره أوكرانيا قريب جدا. على كل حال أنا أشكرك حسين، أعتذر منك فقط لأن الوقت ينتهي. حسين منشيك مراسل القاهرة الإخبارية من موسكو، شكرا جزيلا لك على هذه التفاصيل. أعلن حكم منطقة ميكولايف أن هجوما روسيا بطائرة مسيرة ألحق أضرارا جسيمة بفندق في مدينة ميكولايف جنوبية أوكرانيا، وأضاف أن الهجوم الروسي أسفر عن تضرر مباني في أو مبنى في الفندق وسط دون سقوط قتلى أو مصابين. من جانبها نقلت وكالة الإعلام الروسية عن مقاتلين الروس غير حكوميين في المنطقة القول أن القوات الروسية قصفت ساحة لبناء السفن وفندقا في ميكولايف، حيث يقيم مرتزقة يتحدثون الإنجليزية ويقاتلون في أوكرانيا. يبدو أن الأوضاع في أوكرانيا ليست كما يرجوها السياسي الأوكراني ولا الجيش الأوكراني من خلال التقدم الكبير للجيش الروسي واستمرار عمليات القصف. غيث مناف مراسل القاهرة الإخبارية من هنالك من كييف يضعنا في التفاصيل. أهلا بك غيث، كيف هي الأوضاع وسير العمليات العسكرية، كيف يتلقفها الشارع الأوكراني اليوم؟ تحية طيبة لك رعد. بالفعل على الرغم من قلة وتيرة الهجمات الروسية يوم أمس وفجر هذا، حيث أن أحدى طائرات المسيرة من نوع شاهد 136 بالفعل ضرب أحدى الفنادق في منطقة ميكولايف، حيث أشار في بيان الصادر من قبل رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة ميكولايف بأن هذا الهجوم أودى إلى دمار في المبنى ولكن لم يخلف أي أضرار في الموارد البشرية. هنا يقصد بأنه لا توجد إصابات بين صفوف المدنيين المتواجدين هناك أو بالقرب من تلك الفندق. لم يأتي في البيان بأن كان هناك مقاتلين أجانب في تلك المنطقة. على الرغم من ذلك نلاحظ بأن هناك أخبار سيئة تليها في أوكرانيا على الساسة في منطقة كييف بالتحديد. نحن نشير بأن حكومة كييف تلقت خبرا سيئا بأن القوات الروسية بالفعل هي تتقدم نحو منطقة كوبيانسك وأنها استولت بالفعل على قرية كلاسيفكا، ويواصل الجيش الروسي تقدمه في منطقة تشاسنيار في منطقة باخموت. هذه الأخبار السيئة التي جاءت أيضا على لسان رئيس الأركان العسكرية الأوكرانية والقائد الأعلى للقوات المسلحة إليكسي سيرجيسي، حيث قال بأن كل هذه الإخفاقات التي تواجه الجيش الأوكراني هو نتيجة لضعف المعدات العسكرية وعدم وجودها في المعارك، بالإضافة إلى قلة القوات الموجودة التي تتمركز هناك. وهذا الشيء الذي يعزز من خلاله بأن الأوكران يحتاجون الآن إلى تعبئة أوكرانية جديدة لإرسالهم وسجهم في داخل الصفوف القتال. كما نلاحظ هنا في العاصمة الأوكرانية كييف، هنا الوضع مختلف تماما، حيث أن المواطنين يرفضون رفضا تام المشاركة في تلك العملية العسكرية أو زج أبنائها في الصفوف القتالية ونحو المناطق الجبهات، حيث أن هناك حسب ما يشير هنا المواطنين بأنها هناك تذكرة بلا عودة، أي أنهم سوف يلقون مصيرهم حتما عندما يواجهون القوات الروسية في صفوف الجبهة الشرقية والجنوبية. نعم راد. نعم غيث مناف مراسل القاهرة الإخبارية، وافر شكرا لك على هذه التفاصيل من كييف. انتهت جولة المراسلين معكم لهذا اليوم. مشاهدينا هذه تحياتي وتحيات مراسلينا والكادر المتألق خلف الأضواء، شكرا جزيلا لكم، إلى اللقاء.